قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل هذا ما لا يدفع من سيرته، وهو الذي أمر به وحض عليه، لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذين الفنين، والمراد بهما النوعين، بما هو يلائم حياته الرفيعة وأخلاقه الكاملة ومحاسنه التي لا مطعن فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه الشره في الطعام ولا في الشراب، بل كان يدعى إلى الطعام فيدعو معه من حضر من بعض أصحابه، ويضع يده في الطعام ليبارك الله فيه فيكون آخر من يأكل بعد أن يشبع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل في القلة والتقليل من الطعام، بحيث يكون قدوة حسنة لجميع الناس. وليتنا في هذا الزمان ندرك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب والنوم، فنعيش أسلوبه في هذه الحياة حتى ننجح في حياتنا ونؤدي مهامنا كأحسن ما يكون. فمن سنته صلى الله عليه وسلم صيام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط الشهر القمري. ومن صيامه وسنته في الصيام صيام يومي الاثنين والخميس، إلى جانب صيامه يوم عاشوراء، ورغبته في أن يصوم تاسعاء أيضا لو عاش، وصيامه يوم عرفة، وحظه على أن يصوم المسلم ويكثر من الطاعات في الأيام التسع من ذي الحجة. فباب الصيام شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ليشعروا بالتآخي ويشعروا بالمساواة، ويحس المسلم في بلده بما يعانيه أخوه المسلم في بلاد أخرى. فما أكثر ما نرى وما نسمع عن مسلمين لا يملكون من حطام الدنيا إلا صرة يحملونها على رؤوسهم، تجتاحهم الحروب والفتن والبلايا، ويعمل في رقابهم السلاح، ويقصفون بالطائرات، ويرمون بكل أساليب،
الحرمان والموت، فأنت أيها المسلم حينما تصوم تشعر بهذا الانتماء لهؤلاء المسلمين ومشاركتهم، فتلجأ إلى الله أن يكسو أن يطعم جائعهم ويسقي العطشان منهم ويستر العريان ويحمل من لا نعل ينتعله، وأن يحفظهم لما أصابهم من البلاء والرزايا. ولكن وسائل الإعلام وما تغري به الإنسان من الإقبال على الأسواق والتسوق لمجرد الاستهلاك والشراء ليس إلا هي من أخطر وسائل الهدم لحياة الناس، وهذا لا غرابة فيه في حياة غير المسلمين، حيث ينشط الغني لإثارة الفقير للسعي وراء كل شيء مع أن ظروفه المادية لا تمكنه من ذلك، ولكن المسلم الغني كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خيريته وفضله ومحبة الله له، المسلم الغني الخفي التقي. لكن وسائل الإعلام يسلطها أصحاب الشركات والأسواق ليخرج الناس من بيوتهم صباح مساء لمجرد التسوق وشراء ما هو جديد، حتى إننا نسمع عن بعض الشعوب غير الإسلامية والحمد لله لا ينتهي العام حتى يبدل سيارته وتبدل البدل والثياب وتبدل الكماليات في البيوت من الآتات ونحو هذا لمجرد التغيير ليس إلا لما في أيديهم من المال، والناس جوعى وعطشى في أصقاع الدنيا، بل نسمع عن شعوب تحتفل بالخيرات التي حباها الله بها بالتقادف بها واللعب كاللعب بالطماطم والتقادف به بدعوى الكميات الهائلة المتوفرة، والناس في أصقاع الدنيا في أشد الحاجة إلى مثل هذا من الخير الوفير الذي لم ينالوا منه شيئا. فمتى يتذكر المسلم ويعلم حدود سعيه في هذه الدنيا وواجباته ليعيش حياة المسلم الناصح لنفسه ولأهل بيته ولإخوانه المسلمين أجمعين. نعم. حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة عليه قال المؤلف رحمه الله شرع في إيراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كعادته يورد الحديث مسندا إياه إلى من يرويه عنه،
ومن أكثر شيوخه رواية له هو العلامة أبو علي الصدفي قاضي القضاة المعروف بابن سكرة وبابن حيون وابن فيجرة، يروي عنه هذا الحديث بالإسناد مبينا أنه يأخذه عنه لا بطريق لا من طريق السماع وإنما من طريق القراءة. ورواية الحديث عند أهله تؤخذ قراءة أو سماعا، والسماع بنحو حدثنا وحدثني وهلم جرا، لكنه هنا ذكر بالقراءة عليه، فهذه طريقة أخرى في رواية الحديث وأخذ العلم. وبعض المحدثين وأهل الحديث وعلمائه يتعقبون من يورد الحديث دون أن يذكر السماع أو القراءة، فيقول روي عن فلان عن فلان عن فلان معنعنا هكذا دون أن يذكر السماع والقراءة أو القراءة، وهذا فيه دلالة على وضع للحديث، فأهل الحديث والقاضي عياض رحمه الله هو إمام من أئمتهم وصدر من صدورهم، يسوق أحاديثه مسندة عن علماء أجلاء وسماعا أو قراءة كما في هذا الحديث. قال حدثنا أبو الفضل الأصفهاني. أبو الفضل الأصفهاني المراد به أحمد بن خيرون من شيوخ قاضي القضاة الصدفي، والصدفي توفي عام 514، أما ابن خيرون فتوفي عام 488. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الحافظ. والأصفهاني ابن خيرون هذا نسبة إلى أصفهان التي هي بلد أصله، وربما جاءت في بعض الكتب الأصبهاني، وهذا جائز وهذا جائز، لأن الباء المهموسة التي هي تعرف بالباء الفارسية كما هي في اللغات الأوروبية، العرب يتصرفون فيها بإبدالها إما باء مجهورة كما في الأصبهاني أو فاء، وبعض أهل العلم ينسبون إبدالها باء إلى أهل المغرب وإبدالها فاء عند المشارقة. وابن خيرون الأصبهاني أو الأصفهاني هذا يروي الحديث
حدثنا أبو نعيم الحافظ. عن أبي نعيم الحافظ محدث العصر في زمانه، توفي رحمه الله عام 430، وهو من أشهر علماء الحديث، صاحب حلية الأولياء، نعم. قال حدثنا سليمان بن أحمد. وسليمان بن أحمد هو من يعرف بمسند الدنيا، نشأ في عكا، ولد في عكا، وحمله أبوه إلى أمصار ومدن كثيرة يتعلم الحديث والعلوم الإسلامية والعربية، فجال في الجزيرة ودرس في مكة والمدينة وفي العراق البصرة والكوفة وفي الشام وفي مصر، حتى قيل إنه روى عن 1000 شيخ. توفي عام 360، نعم. قال حدثنا أبو بكر بن سهل. ذكر المؤلف هنا أو المحقق نص هذا الشيخ على أنه أبو بكر، والصحيح إنما هو بكر بن سهل، فبعض النسخ ورد فيها أبو بكر، والصحيح إنما هو بكر بن سهل الدمياطي، نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنا عبد الله بن صالح هو كاتب الليث بن سعد، أفقه أهل العلم في زمانه في مصر، فعبد الله بن صالح روى عنه الطبراني وروى عنه الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، نعم. حدثنا معاوية بن صالح، أن يحيى بن جابر حدثه عن المقدام ابن معدي كرب. معاوية بن صالح هو قاضي الأندلس، ويحيى ابن خالد والذي ذكر المؤلف ابن جابر هو قاضي حمص، ويحيى بن خالد يروي الحديث عن الصحابي الجليل عمرو ابن معدي كرب، وهو من الصحابة الفرسان، توفي عام 87، وكان قد نزل الشام، وهو من فرسان الإسلام، و يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. والوعاء المراد به الظرف، والإنسان قد يملأ حقيبة، وقد يملأ صندوقا، وقد يملأ بيتا، وقد يملأ مخزنا، يعني التعبئة والمل قد يقع في ظروف كثيرة ومتنوعة، لكن شر الأوعية والظروف التي تملأ هي بطن الإنسان. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني ملء البطن لا يعقب إلا الحسرة والندامة إذا تكرر وأصبح عادة لا يخالفها الإنسان يطبقها في حياته، فهذا من أسوأ ما يقع فيه المسلم. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف واشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، بحسبه أن يكفيه لقيمات يقمن صلبه، أي يقوين صلبه. والصلب هو العمود الفقري كما نقول في زماننا هذا، ويعبر عنه الأقدمون بقولهم عمود الظهر، هذا العمود الذي يجمع فقرات ظهر الإنسان هو ما يسمى الصلب في اللغة العربية. يقمن صلبه. كان لا محالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذا كان لا بد ولا حيلة له من أن يملأ بطنه، غلبته نفسه وأغرته بالإقبال على الطعام، فعليه أن يعادل بين 3 أشياء: الطعام والشراب والهواء،
النفس يجعل لكل واحدة منها ثلثا في جوفه. ومن لطيف ما ذكره بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ما يدخل جوف الإنسان وهو واحد من هذه الثلاثة: الطعام أو الشراب أو النفس. حتى قال بعض أهل العلم: لو كان حكماء الأمم السابقة سمعوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لأدهشهم ذلك، بل إن أهل الطب في زماننا هذا يعجبون لهذا التقسيم الذي قد يراد منه التسوية بين هذه الأمور الثلاثة: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وقد يكون لمجرد المقاربة، قد يكون الثلث أو أقل أو أكثر قليلا، وقد يكون للماء وللشراب وللهواء مثل هذا، قد يزيد أحدهما عن الآخر قليلا وقد يقل عنه. فهذه التقسيمات التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي مما يحفظ التوازن في بدن الإنسان ويجعل هذه الأخلاط داخل بدنه معتدلة، فإن زاد أحدها عن الآخر وقع ما يكره للإنسان من حالات التخمة أو التخمة، يجوز تسكين الخاء وفتحها. فهذا التوازن العجيب الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه معجزة نبوية يقدمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقدمها لأهل الحكمة والطب، فهو ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. اقرأ الحديث مرة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الأكلات هي الجمع أكلة، وهي التي ورد التعبير عنها في بعض روايات الحديث باللقيمات. وهذا الحديث يرويه القاضي عياض رحمه الله ويخرجه في كتابه الشفاء عن الطبراني. هذا الحديث الذي يأمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حال أكلنا وشربنا أن نجعل الطعام والشراب والنفس شركاء في المعدة، كل له الثلث، قد يزيد وقد ينقص قليلا، لكن
ما ينبغي أن يزيد على ذلك كل زيادة. هذا في حال إلحاح النفس علينا وإغرائنا بالطعام، لكن الأولى والأفضل هو أن نخفف من الأكل والشرب ولا نأكل ولا نشرب إلا عند الضرورة، كما جاء في بعض الحكم التي يوصف بها المسلم بأنه لا يأكل حتى يجوع، وإذا أكل لا يشبع، يعني يأكل إذا شعر بالحاجة إلى الأكل. والوجبتان أو الوجبات الثلاث التي يتناولها يوميا كافية بقدرها المعقول، لا المبالغ فيه إلى درجة الإفراط والإتلاف والتبذير. فما ينبغي للمسلم أن يكون نهما شرها، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في الأكل ويفرط فيه إلى درجة أن يرهق معدته، بل الأولى إذا أغرته نفسه أن يقسم المعدة أتلاتاً أو جوفه أتلاتاً بين الطعام والشراب والهواء. وقد روى وأخرج المصنف رحمه الله هذا الحديث عن الطبراني، والحديث يرويه مسلم أيضاً ويرويه الإمام الترمذي أيضاً، إلا أن لفظ الترمذي ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن، والإمام الترمذي من أصحاب الكتب الستة، الطبراني ليس منهم. فما الذي جعل القاضي عياض رحمه الله يقدم رواية الإمام الطبراني على رواية الإمام الترمذي، مع أن رواية الإمام الترمذي أوردها أيضا القاضي عياض في باب آخر؟ قال العلامة الخفاجي في نسيم الرياض: هذا بسبب علو إسناد الإمام الطبراني، فرواية الإمام الطبراني سند إسنادها 9 من الرواة، ورواية الترمذي 10 من الرواة، وعنده أخرى 11 راوياً. ولا شك أن الحديث إذا روي بسلسلة أقل عدداً كان أعلى إسناداً. فالشيخ رحمه الله القاضي عياض طلب علو الإسناد وأخرج الحديث عن الإمام الطبراني مقدما إياه على رواية الإمام الترمذي في هذا الفصل، والله أعلم. نعم. ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب، قال سفيان الثوري: بقلة الطعام يملك سهر الليل. سفيان الثوري رحمه الله من كبار فقهاء الإسلام ومحدثيهم، وهو المعروف والملقب بأمير المؤمنين في الحديث، يقول: بقلة الطعام يملك سهر الليل. وقال بعض السلف: لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا،
فتركض كثيرا فتخسر كثيرا. الخسارة راجعة إلى ترك العمل الصالح في أخريات الليل وترك العمل لحاجة الإنسان وحياته في النهار، فيكون ذلك سبباً في خسرانه، وربما يكون سبباً في إتلاف حياته بالعلل والأمراض والضعف. نعم. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف، أي كثرة الأيدي. أحب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الأثر ما كان على ضفف، وشرح المؤلف المراد بالضفف هنا وهو كثرة الأيدي، أن يكون الطعام في جماعة، لا يأكل الإنسان في منفردا أو مع عدد قليل. وحتى قال بعض أهل العلم إن الطعام عند الكثرة يقل عن حاجة المطعومين فيقل أكلهم، وهذا مطلوب شرعا بحيث لا يثقلوا أنفسهم بالشبع. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، hamzaabofaris.ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، نشر للعلم وتعاون على البر. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. عن عائشة رضي الله عنها: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه. كانت السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق كما يصفها العلامة مسروق، وهو من رجال الفتية والعلم في الإسلام، يوازن بعض أهل العلم بينه وبين القاضي شريح، فيقولون مسروق أعلم بالفتية، والقاضي شريح أعلم بالقضاء. ومسروق رحمه الله جاء من اليمن ونزل المدينة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وروى عن السيدة عائشة، ومما يرويه هذا ومما يروى عنها أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الجماعة الكثيرة التي يقل الطعام عنها فتأخذ بقدر الحاجة. نعم. إن أطعموه أكل، وما أطعموه قبل، وما سقوه شرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتشهى شيئاً ويطلبه، إنما ما يطعمونه أو ما يطعمه أهل بيته يأكله، ولا يسألهم ولا يرده إليهم ويطلب غيره ولا يستقلله، وإنما ما يطعم إياه يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم
دون أن يطلب شيئا لنفسه. ولا يعترض على هذا بحديث بريرة. بريرة جارية للسيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، روي عنها أنها جاءتها صدقت طعام، صدقت لحم فطبخته في طعام أو في إدام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد اللحم يطبخ في البرمة، والبرمة هي القدر من الفخار أو الحجر، والناس إلى عهد قريب كانوا يستعملونه، لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، لكون الصدقة أوساخ الناس، فحينما نضج اللحم والإدام قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الإدام مع شيء من الخبز، فعلم أنهم لا يعرفون حكم الصدقة والهدية، فأخبرهم بأنه رأى اللحم يطبخ في الإدام في البرمة، فبينوا له أنه صدقة جاءت لبريرة رضي الله عنها، وهو لا يأكل الصدقة كما هو معلوم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن الصدقة تتحول بملك المتصدق عليه بها، تصبح ملكا له، فإذا ما أعطاها فإنما يعطيها هبة وهدية، ففقههم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولم يكن حرصا منه على أن يقدم له اللحم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة وفيها لحم، إذ لعل سبب سؤاله ظنه صلى الله عليه وسلم اعتقادهم أنه لا يحل له، فأراد بيان سنته، إذ رآهم لم يقدموه إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به، فصدق عليهم ظنه وبين لهم ما جهلوه من أمره بقوله: هو لها صدقة ولنا هدية. وفي حكمة لقمان: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. لقمان الوارد ذكره في القرآن الكريم ونصائحه لابنه، هو ولي من أولياء الله، علمه الله علما وحكمة، وعند بعض أهل العلم أنه نبي، والراجح أنه ولي ليس إلا. نعم. وقال صحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع. صحنون رحمه الله المتوفى عام 240 هو فقيه القيروان وبلاد المغرب، القاضي والقاضي الحازم الذي لا يهاب أميرا ولا ملكا، كان معروفا بعدله والحرص على تنفيذ أحكامه مع جوده وكرمه وسخائه، رحمه الله رحمة واسعة. لم يدرس ولم يتلقى العلم على الإمام مالك، مع أنه كان في وقته حيا، قيل لعدم إمكانه الوصول إلى المدينة، فتلقى العلم عن تلميذ الإمام مالك وهو ابن القاسم العتقي في مصر، وعنه كتب المدونة في
الفقه المالكي المعروفة، أخذ سماعاً ما نقله ابن القاسم ورواه عن إمام دار الهجرة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئاً. صحيح مسلم ما ورد في هذه الطبعة من التصريح بصحيح مسلم خطأ، لعله خطأ مطبعي أو سهو من النساخ، إنما هو ما ورد في الصحيح. فكلمة إقحام اسم الإمام مسلم هنا لا، إنما هو ما ورد في الصحيح في الأصول هكذا، والظاهر إنه خطأ من النساخ. والمراد بالصحيح صحيح البخاري أو مطلق روايات الحديث الصحيح. نعم. والاتكاء هو التمكن للأكل والتقعدد في الجلوس له كالمتربع وشبهه من النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل متكئا. ليس المراد في هذا الحديث الاتكاء عن الشق الأيمن أو الأيسر، وإنما التقعدد والجلوس والتمكن من المجلس لغرض ملازمة الأكل بصورة مريحة ولفترة أطول. نعم. كالمتربع وشبهه من تمكن جلساتي التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته، والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا. المستوفز المقعي، المستوفز هو من يأكل وساقاه منصوبتان إلى أعلى كأنه يهب للقيام، لا يأكل جالسا متمكنا من الجلوس، وهو في حال هذه كالمقعي، يعني الذي يضع إليتيه على الأرض ورجلاه وساقاه منصوبتان. والإقعاء مكروه في الصلاة كما هو معلوم للمصلي، بأن يضع إليتيه على الأرض ويبسط رجليه على اليمين، ساقيه على اليمين وعلى اليسار، فهي سورة مذمومة تشبه نوم أو رقادة الكلب البعيد. ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وليس معنى الحديث في الاتكاء الميل على شق عند المحققين، وكذلك نومه صلى الله عليه وسلم كان قليلا، شهدت بذلك الآثار الصحيحة. ومع ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وكان نومه على جانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم، لأنه على الجانب الأيسر أهنأ لهدوء القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسر، فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول. وإذا نام النائم على الأيمن تعلق القلب وقلق لا يستقر، فأسرع الإفاقة ولم يغمره الاستغراق. انتهى الفصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مضطجعا على جنبه الأيمن. علل المفسر هذا بأن القلب على الجانب الأيسر، فيظل القلب كأنه معلق، لا يشعر الإنسان بالإخلاد إلى النوم والتمكن فيه، فلأمر بسيط يستطيع ويسير ينتبه. أما الرقاد على الشق الأيسر فيكون القلب منبسطاً ويعني في وضع مريح جداً، بحيث الذاكرة والعقل يعني يدخلان في سبات يعني طويل، وهو ما لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم،
لحرصه على التقليل من النوم ودعوته كل مسلم إلى ذلك، بل من أهل العلم من كان ينام وهو بين كتبه، ينام ثم يستيقظ والكتب ما تزال بين يديه، يعود إلى القراءة ويعود إلى الكتابة ويستمر على ذلك الساعات الطوال. ومنهم من كان يجعل الليل أثلاثاً، ثلث ينام وثلث يصلي فيه القيام وثلث يدرس فيه كتب العلم. وكانت دروس العلم تبدأ بعد صلاة الفجر، وهذا ما ينبغي أن يحرص عليه طلبة العلم. ولو جامعاتنا اليوم ألزمت طلابها بأن تبدأ محاضراتهم خاصة في مثل هذا الفصل الذي تشرق فيه الشمس مبكراً، ألزمتهم بحضور الدرس من بعد صلاة الفجر مباشرة، لرأينا منهم الإنكار الشديد. ولكن لكل امرئ من دهره ما تعود كما يقولون، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.